مساءكم سعيد ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من حبر وأوراق على القناة الأولى للإذاعة الجزائرية وعلى المباشر. اليوم الإذاعة الوطنية تكرم وتخلد واحدا من أبنائها من العلماء والمفكرين والفلاسفة والمثقفين، واحد يرحل وهو ابن شهيد المفكر والفيلسوف والأنثروبولوجي ومؤرخ الأديان الأستاذ مالك شبل. مالك شبل يرحل باكرا، يرحل وهو في زهرة العمر، من مواليد 1953 بسكيكدا. رحل سفير الفكر المتنور، رحل سفير الإسلام الأنوار، رحل نجم البلاتوهات التلفزيونية الفرنسية والأوروبية المدهش، والمدافع عن فلسفة العيش معا بابتسامة وبروح خفيفة. يرحل ابن الشهيد مالك شبل المفكر، وهو من سوق صورة أخرى عن الإسلام، وصورة أخرى سوقها عن المسلم، صورة جميلة إيجابية، صورة الفرح والإنسانية والحضارة، صورة إسلام الحياة والجمال والحوار وقبول الآخر. رحل مالك شبل وهو واحد من الوجوه الفكرية التي طورت الفكر الإسلامي والحضارة الإسلامية وأيضا التنوير في الإسلام، إلى جانب أسماء مثل محمد عركون وعبد الوهاب مؤدب ويوسف الصديق وهشام جعيط ومحمد عبد الجابري وغيرهم. رحل مالك شبل هذا الأسبوع وهو الأنثروبولوجي والمحلل النفساني والفيلسوف ومؤرخ الأديان. رحل وقد ترك أزيد من 40 كتابا في الدين والفلسفة والأدب أيضا، 32 سنة من حياته العلمية قضاها يحفر في التاريخ وفي الفكر والمعرفة، فأنتج مجموعة من الكتب، أذكر من بينها الجسد في الإسلام وهو الكتاب الأول، ثم الشخصيات الكبيرة في الإسلام وأبناء إبراهيم، مسيحي يهودي ومسلم يتحاورون، ثم قاموس عاشق الجزائر، ثم تغيير الإسلام، وآخر كتاب صدر له في سنة 1915 هو لا وعي الإسلام. مالك شبل يرحل وقد ترك فراغا كبيرا ومبكرا، فراغا في الفكر وفراغا أيضا في هذا الجسر الممتد إلى الآخر حوارا وحضارة. مالك شبل، هذه الحصة التي تكرمه اليوم من القناة الأولى عبر برنامج حبر وأوراق، سيشاركني في هذا الحديث وهذا النقاش وهذا التذكر وهذا الوقوف كل من الدكتور مخلوف عامر من جامعة سعيدة، والدكتور إسماعيل مهنانة من جامعة قسنطينة، وأيضا الكاتب والباحث في الشؤون وثقافة الأمازيغية الأستاذ الكاتب عبد النور عبد السلام من تيزي وزو. إذن هذه هي الأسماء التي ستشاركني في الحديث عن المرحوم المفكر مالك شبل. شوف أمين،
نعطو 2 مينوت لهنانا باسكو الاذان 18 داكور نعطو 2 مينوت بعد نعاودو نولو 17 نقصو اوكي. ما هي الاستاذ الكاتب اسماعيل مهنانا؟ مرحبا بك استاذ اسماعيل مهنانا. الجزائر تفقد هذا الهرم في الثقافه والفكر والتفكير والانثروبولوجيا مالك شبل، من الف ليله وليله الى عمق الاسلام الى العشق الى العلاقه مع الاخر. ماذا يمكن ان يقول في البدء الاستاذ اسماعيل مهنانا في حق مالك شبل؟ نعم، يعني الأستاذ إسماعيل مهنانا يتحدث عن هذا عن هذه الخصوصية في الفكر الخاص بمالك شبل، وأيضا ما قاده في مسألة التجديد في الحفر في الفكر الإسلامي وفي الفلسفة الإسلامية وفي الأنثروبولوجيا. مالك شبل أيضا كنت تتحدث صديق إسماعيل مهنانا عن خصوصية الفكر مالك شبل، تفضل. نعم. نعم، أعود مرة أخرى إلى الأستاذ إسماعيل مهنانا. كنت تتحدث عن خصوصية فكر مالك شبل وأطروحاته ومعاناته مع الفكر. يعني لو سألتك حتى ندخل في الحوار أكثر أستاذ إسماعيل مهنانا، هل خطاب مالك شبل موجه للغرب أم موجه للعرب؟ نعم اسماعيل، استاذ اسماعيل مهنانا، نعود لك بعد قليل، ابقى معايا.
معايا الأستاذ الكاتب والباحث عبد النور عبد السلام. مرحبا بك سعد النور. مرحبا بك أمين. نحن اليوم نكرم في هذه الحصة المفكر الكبير والأنثروبولوجي مالك شبل. يعني لو طلبت منك سعد السلام، وش يعني لك بالأساس المفكر مثل مالك شبل؟ نعم جميع ما هو صحيح، جميع الجزائريه وما يتحسش الجزائر صحيح. يعني في البلدان الاخرين هذه حاجه يعني ما جاتنيش في عقلي، ما تفهمهاش. لازم نحوسها كاش 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 من الحكومه يفهم لي وش حد يقول هذا الكلام هذا، كيفاش راجل كيما هذا اللي جامعي وعلى جال على جال كيما نقولوا بالكلام العادي البسيط، على جال زوج بيوت وكوزينه خرج من البلاد وراح بلد اخرين ورجعوا به كما لازم، ولكن نقل من ذلك باقي هو في البلدان الاجنبيه، ولكن هو اهتم بالجزائر صحيح، خصوصا خصوصا هو اللي يعني لقى الاسلام والفهم الاسلامي اعطى له الوجه الحقيقي، وكان كما هذو لابد يعني يربيوا الناس نعم. الأستاذ الكاتب عبد النور عبد السلام، يعني أنت كي تقرأ مالك شبل، يعني واش هي الأشياء الجديدة في الكتابة تاعو بالنسبة ليك، وما يفيد أيضا الأجيال الجديدة في الجزائر كما كنت تتكلم، واش يفيد أيضا الجامعة، واش يفيد البحث الجامعي، واش هي الحاجة اللي تشوفها جديدة جا بها مالك شبل من خلال القراءات تاعك للكاتب والمفكر مالك شبل؟ des intelligences universelles qui m'a 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 q
صحيح صحيح. يعني العلماء الكبار ما نتأسف يا خويا. نعم ما نعم. ما شوف بلادي اللي لو يعني الأستاذ عبد السلام عبد النور عبد السلام يعني الآن يعني فعلا وكلنا نتأسف يعني على عدم حضور مالك شبل على مستوى الجامعة ولا على مستوى المؤسسات الثقافية ولا إلى غير ذلك، ولكن اليوم ونحن نفقده يعني كيفاش يمكن الاستثمار في الأفكار تاعو وكيفاش نوصلوه؟ يعني احنا مسؤوليتنا ايضا اليوم مسؤوليتنا كيفاش نوصلوا الافكار تاعو لهاد القراء تاعنا والجيل الجديد والطلبه وما الى ذلك، كيفاش تصور انت؟ جميل. نعم نعم. وهذه افكار جميله على تفسير الاسلام. صحيح. وكان يعني الكتابات هذو كاع يدخلوا للبلاد، هناك المكتوبين باللغه الفرنسيه ماذا بنا يترجموا على اللغه العربيه واللغه الامازيغيه. نعم. نعم. شكرا. الله يبارك. لا لا كلام جميل كلام جميل. الله يسلمك الله يسلمك. الله يسلمك برا. الله يبارك فيك استاذ. شكرا شكرا الكاتب والباحث عبد النور عبد السلام الذي تحدث بهذه الحرقة وبهذا القلب المفتوح أيضا تجاه الفقيد مالك شبل وهذا الإرث الكبير الذي لم نستفد منه كثيرا، ولكن يجب أن لا ننظر إلى الوراء، يجب أن ننظر إلى الأمام. اليوم كيف نستثمر وكيف نستغل في شخص وفي فكر مالك شبل ونأخذه نموذج حقيقي ونموذج للأجيال القادمة، سواء في السلوك أو سواء في المعاملة مع الآخر، وأيضا أن يؤخذ كنموذج في البحث العلمي على مستوى الجامعات بين الطلبة والباحثين.
الحديثين، هناك مكتبة تركها ملك شبل وهي تزيد عن 42 كتاب باللغة الفرنسوية، كما قال الكاتب عبد النور عبد السلام ترجمتها إلى اللغة العربية واللغة الأمازيغية، والاستفادة منها أكثر للباحثين. أنا أعتقد أن هذا هو الإرث الذي تركه مالك شبل رحمه الله. أعود مرة أخرى، شكرا مرة ثانية الباحث عبد النور عبد السلام، وأعود مرة أخرى إلى البروفيسور إسماعيل مهنانا. دكتور إسماعيل، يعني ما قدمه مالك شبل هو مجموعة من الأفكار، كان دائما يدعو إلى مثلا أو يريد أن يبين الجوهر الحضاري للإسلام، وهو الجوهر الإنساني في الإسلام، وكان أيضا من الذين يدعون في التخلي عن فكرة الجهاد والذهاب نحو الاجتهاد والذهاب نحو العلم والثقافة والحضارة. يعني لو حاولنا أن نلخص ما هي الدفاعات والتوقعات الفكرية لمالك شبل في خارطة الاهتمامات المعاصرة للإسلامولوجيين أي الباحثين في الإسلام، ماذا يمكن أن يقول الأستاذ إسماعيل مهنانا؟ وأعرف بأنك مهتم مباشرة بهذا الموضوع. استاذ اسماعيل مهنانا، استاذ اسماعيل مهنانا، وانت تطور هذه الفكره المهمه التي هي واحده من الافكار المركزيه عند مالك شبل، يعني معي الان يشاركنا ايضا في هذا الحوار البروفيسور مخلوف عامر من سعيده، ومرحبا بك سي مخلوف. يبارك فيك. الأستاذ عامر مخلوف عامر، أنت من الذين كتبوا ورقة أعتبرها شخصيا وعلى المباشر واحدة من الورقات أو من الأوراق المهمة جدا التي حاولت تلخيص الهاجس الفكري لمالك شبل، وأعجبتني جدا هذه الورقة لأنني سأطلب منك أن تحوصل هذه الأفكار للمستمعين، لأن توصيل مثل هذه الأفكار
بشكل كبير في تقديم صورة فكرية عن مالك شبل. يعني لو طلبت منك أن تحوصل أهم الأفكار التي قدمها مالك شبل في تطوير الإسلام وفي تطوير الفكر الإسلامي وأيضا تطوير علاقتنا مع الآخر، ماذا يقول الأستاذ مخلوف عامر وأنت أيضا الذي كتبت كتاب مؤخرا حول الإسلام والإسلام السياسي خاصة؟ تفضل. تماما. هذه من الافكار الاساسيه لديه، وبالتالي يريد حقيقه عندما يخاطب الغرب يريد ان يبرز ذلك الوجه المشرق من تاريخ الحضاره العربيه الاسلاميه حين كانت تنبني على التسامح وتمجد العقل، ولكن مالت نحو الانحدار والانحطاط لما تخلينا عن العقل. هذه من افكاره الاساسيه. بالضبط. طلب الإذاعة قسنطينة، واحد المخرج خدم معاه في الثمانينات وقال لك الإذاعة عاوناته وخدم قالت مع إذاعة لاشانتروا عاوناته الإذاعة في هذا الشيء. هذا الجهاد وفيها من حرف الإيمان، فكأننا تخطط لها أستاذ، تخطط لها وضع على كل. أريد فقط أن أنبه بأن هناك صديق وعامل في إذاعة قسنطينة اتصل الآن
ولتوضيح فكرة مهمة جدا أيضا، لأنها إضاءة فيما يتصل بعلاقة المرحوم مالك شبل بالمؤسسات الثقافية والمؤسسات الإعلامية في الجزائر. فيقول بأن الأستاذ المرحوم مالك شبل كان قد اشتغل في وتعاون مع الإذاعة الجزائرية لا شانتروا، وأيضا كان يتعاون بشكل عام مع إذاعة قسنطينة. هذا مهم جدا، ولكن مهما يكون هذا التعاون فهو قليل جدا ويعني صغير أمام شخصية كبيرة. كنا نتمنى كما كان يقول الصديق عبد النور عبد السلام أن يكون هذا الشخص له حضور على مستوى، لأننا نحتاج إلى أشخاص نأخذ منهم النموذجية في السلوك وفي التفكير وفي كذا. كان حينما نقول عن هذا الغياب فإننا نريد أكثر، نريد الحضور أكثر وعلى كل المستويات. أعود مرة أخرى إلى البروفيسور سي إسماعيل مهنانا. أستاذ إسماعيل، يعني الباحث مالك شبل يركز على مسألة العقل أو غياب العقل، واحد من مراكز البحث عند مالك شبل. هل تعتقد بأن العقل مغيب على المستوى العام أم على المستوى الخاص؟ بمعنى هل أن هذا العقل مغيب على مستوى النخب أم مغيب على مستوى العام أيضا؟ فعلا علميا وعقلانيا، وبين الآلة الإعلامية التي هذا تسمى
اسماعيل اسماعيل بقى معايا. اعود مره اخرى الى البروفيسور مخلوف عامر. يعني انت تعرف بان مالك شبل كان، وهذه ربما نقطه القوه في عند مالك شبل، بانه كان يحسن ويتقن اللغه العربيه. واحسان واتقان اللغه العربيه هو الذهاب الى النصوص التراثيه مباشره، لم يمر عن طريق اليد الاستشراقية، ولم يمر عن طريق اليد الترجمية، بل مر إلى النصوص بشكل مباشر. هل تعتقد بأن هذه أولا قوة 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 مالك شبل وهو من الباحثين الجدد؟ ثم أيضا هل استطاع مالك شبل، وهذا بالنسبة لي مهم جدا في قراءتي الشخصية لمالك شبل، هل استطاع مالك شبل أن يفرق ما بين الكتابة عن الممارسات الإسلامية أو الممارسات المسلمين في الحضارة وفي الجانب الإيجابي وجانب الفرح وجانب الحياة، والنصوص التي تؤسس أو التي تمفهم الإسلام؟ صحيح. أنه عندما أقول تشبع بالثقافة العربية الإسلامية، أي أنه يستطيع أن يقرأ النصوص التراثية في لغتها، وهذا جانب كبير جدا. وأضاف إلى ذلك الثقافة الغربية، وربما هذا ما جعله، وربما لا شك أنه لاحظ كثير من ترجمة القرآن ولعله وجدها غير دقيقة. وفعلا في بعض المواضيع كما لاحظت شخصيا، حتى جاك بيرك ليس دقيقا في بعض الترجمات، وهذا يؤهله وأهله إلى أن يفكر في ترجمة معاني القرآن. نعم. فإذا نقطة القوة هو جمعه بين الثقافتين. ثم فيما يتعلق بسؤالك الثاني، أعتقد يعني أن الاهتمام بالجانب التاريخي والتأكيد على العقل سيؤدي حتما إلى خطوة سيقودنا تدريجيا عندما نحتكم إلى العقل إلى مواكبة التطور المتسارع للظروف والتحولات في مجتمعنا في مجتمعاتنا وفي العالم بأسره، وبالتالي سنتخلى تدريجيا كما يقول هو عما لا يوافق العقل، وبالتأكيد سنجد في النصوص التراثية القديمة ما لا يوافق العقل. فإذا هذه خطوة جريئة، ولكن أظن أنه بالنسبة للمثقفين والنخبويين والفلاسفة والمفكرين لابد كما أقدر دوما أن يحسموا في سؤال في مسألة أساسية، هل ما نلاحظه عبر التاريخ الإسلامي بين فكر وممارسة هل يعود فقط إلى الممارسة أم أن التناقض متجذر في النصوص أصلا؟ أعتقد أن كافة المفكرين والمتنورين نوعا ما يترددون في الإقدام على القول في مثل هذه المسائل بشكل واضح وصريح. تفضل. ثم قلت عندما كما يدعو هو في بيان من أجل الإسلام التنوير أن نحتكم إلى العقل، الاحتكام إلى العقل يؤدي بالضرورة إلى حرية الفكر والمعتقد، ويؤدي حتما إلى أن يصبح المعتقد مسألة شخصية. ولذلك كتب هو عن أبناء إبراهيم من يهود ومسيحيين ومسلمين. وأيضا في نفس الاتجاه الأستاذ مخلوف عامر، يعني مالك شبل يعتقد بأن الشريعة في نهاية المطاف هي اجتهادات بشرية وأملتها ظروف خاصة، وأن الاجتهاد الآن يدفع إلى إعادة القراءة أو قراءة جديدة في ضوء ما يفتحه العالم أمامنا من مدركات علمية وجديدة. هذا صحيح جدا، شكرا لك. يعني أن التشريعات كلها ما هي فعلا إلا اجتهادات بشرية أملتها ظروف مختلفة وخاصة، وقد تعامل معها العرب المسلمون وفق ظروفهم المميزة، وبالتالي ما دامت اجتهادات بشرية فإن العقل البشري في ظروف مختلفة هي ظروفنا. يعني نعم. من حقنا أن نعيد النظر في كثير من النصوص التي لم تعد تشير العصر.
صح. يعني الاستاذ اسماعيل مهنانا في دقيقه واحده اذا سمحت، اسمح لي على هذا التعبير، يعني نجوميه مالك شبل، الم تعتقد بانها كانت ايضا عامل، يعني النجوميه التلفزيونيه والى اخره، الم تكن ايضا عامل سيكولوجي في اختيار بعض الموضوعات التي تتناسب مع هذه النجوميه؟ يعني بالمعنى بأنه كان يفكر في الدين من داخل الدين، من داخل الدين النفسي، على كل وليس من داخل العلم أو من داخل العقل كما فعل. نعم. أكون على كل أعتقد بأن الحصة مفتوحة أيضا للمستمعين، وأن مالك شبلة لا يمكن أن نكفيه بحصة واحدة. اسمحوا لي أن أشكر باسمكم جميعا متابعي حصة حبر وأوراق، كل من البروفيسور إسماعيل مهنانة من جامعة قسنطينة، البروفيسور مخلوف عامر من جامعة سعيدة، والكاتب والباحث عبد النور عبد السلام من تيزي وزو. كان في المراقبة لهذه الحصة نورة، وعلى العارضة التقنية محمد مجهد، في الإخراج عبد اللطيف بدر. تحياتي لكم، ألقاكم في الأسبوع القادم في حبر أوراق من الثالثة إلى الرابعة يوم الأربعاء. تحياتي لكم وإلى اللقاء.